تنقل لكم المزاج العام الحمد لله ديال المجتمع ما يزال كله في الاتجاه الصحيح في الاتجاه الإيجابي، وكنظن إن شاء الله الرحمن الرحيم نحن على موعد مع نصر مؤزر إن شاء الله الرحمن الرحيم في الانتخابات القادمة. أوليدتي معظم كنا يعني صغيرات السن، أتمنى لكم مسيرة في الحياة يعني سعيدة إن شاء الله الرحمن الرحيم مباركة، يعني اللي تزوجوا الله يبارك لهم، اللي باقي ما تزوجوا الله ييسر لهم. زواجات سعيدة إن شاء الله الرحمن الرحيم، أولاد صالحين ومباركين. هذاك ريغان كتب المذكرات ديالو وقال بأنه قال أنا هو كان مريض، أنه كان ظهر لي جهل الزهايمر وعرف راسه بلي ما بقالوش بزاف. قال أنا عارف بلي ما بقاليش بزاف، لكن كان عارف بلي من بعد مني ستكون هنالك صباحات مضيئة بالنسبة للولايات المتحدة. لماذا قال هذا؟ لأنه مقتنع بأن بلده فيها نصيب من العدالة مهم، فيها الديمقراطية، فيها الحرية، فيها عدد من العوامل اللي كتمشي فيها. بغينا وليداتي نكونوا مطمئنين على بلادنا، المستقبل بيد الله. المستقبل بيد الله، ما بغيناش كل ما جاتنا شي ريح نضطربوا ونتخلعوا ونشكوا في نفوسنا بحال اللي وقع لينا نهار اللي جا 20 فبراير. ما خصناش نكونوا في بلاد اللي كنشكوا فيها، خصنا نكونوا مطمئنين. باش نكونوا مطمئنين بسيط، العرب كتقول العدل اساس الملك، خصنا نكونوا في بلاد ديال العدل، العدل في المحكمة ولكن العدل في الحياة، العدل في المبادئ، العدل في القيم، العدل في كل شيء.